امي يا زفت. وادي طالع. امي يخرب بيت سنينك زهقت منك. ومن زمان اهلك واخويا جايين ناقصين. اللي جابك هنا يا زين؟ اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليلة يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا لا لا، مش طلبوها يا زين. كلميهم قولي لهم نفضلهم نفضلهم، قولي لهم ما يجوش. اهم جم، اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلع. طب اخرجي افتح لها. انا العروسه بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحيه وانت البطله الاول والاخر؟ قومي افتحي لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح. كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسم على مسمى يا بنت، مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا أحلى زينة في الدنيا. صباح مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنت في ايه؟ لا انا كويسه. مالي يا احمد؟ حاسك مش مظبوطه كده، في حاجه؟ خلاص يا طلبه يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليكي يا اختي. ولعت ايش ولعت؟ مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عيني؟ مبروك يا حبيبي. قمر قمر والله يا اخواتي. قمر؟ انت يا حبيبي اللي قمر، مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا دلعه؟ طمني يا ابني. اكلنا مصمم تولع فينا برضه. ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعالى عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي. البنت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك، تمام؟ قديم. قديم قوي. افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم؟ انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخي. خلاص تركز مع البيت. المهم دلوقتي ها عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. الو. وحشتني. عايزه ايه يا ياسمين؟ عايزك ترجع البيت. بيت ايه؟ مش هرجع طبعا. بيبي انا اسفه، انا عارفه اني زعلتك بس انا بغير عليك. البيت وحش قوي من غيرك. قضيت ليل طويل قوي ما عرفتش انام. انا محتاجه لك
ممكن ترجعني النهارده؟ هتجيلي دلوقتي؟ ماشي حاضر، ماشي، يلا سلام. هو الواد خالد فين؟ معرفش، خرج ومعرفش راح فين. الفلكس جرق، مش قادر. بيبي ما فتحتش مفتاحك ليه؟ يعني قلت ما يكون عندك ضيوف ولا حاجة. لا قادر أقابل حد ولا أكلم حد من غيرك. ممكن ما تزعلش مني؟ ومين اللي مزعل مين؟ ما انت اللي مزعلاني يا بيبي. بغير عليك، ما تزعلش مني عشان خاطري. وايه اللي ما تزعل؟ انت كل شويه تعملي حاجه تضايقني وبعد كده تيجي تقولي ما تزعلش مني، هنفضل على كده كتير؟ ما يبقاش قلبك اسود. خلاص بقى انسى اللي فات وفي صفحه جديده. اوكي؟ اوكي. وحشتك. يا نهار اسود. سوسو حبيبتي، البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز ارعى عيل ده، مش عاوز انزل. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس، يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نخطب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ مين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه، ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت. انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزن. حاضر، حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. ايه يا ماجد، ما تدخل تنام جوه في اوضه النوم، انت نايم على الكنبه كده ليه؟ ماجد، 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 مالك يا ماجد؟ في ايه؟ ماجد، ماجد، مالك؟ شفت حاجات كتير قوي. يخرب بيت الزفت وسنينه. هو ورايا ورايا يا ماجد. في ايه يا حبيبي؟ يا رشا، رشا يا حبيبي، مالك؟ في ايه؟ ايوه يا استاذ، اعمل لي قهوه ساده بسرعه. ماجد، ماجد، انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. اوه خاطري، يلا يلا بسرعه. ان شاء الله هتروح تحلى يا باشا، بس خلي بالك من انا كده يا باشا، ولاقيني على طول. انا عايزك تاخد البضاعه دي. كل البضاعه دي يا سعاده الباشا؟ اخدها ليه انا؟ لا مش ليك، دي هتوصلها لتاجر في شبرا، هديك نمرته ورجالته هيبقوا ياخدوها منك. باشا بس ده اول مره تخليني اوصل كميه زي دي. ماشي، طب لمؤاخذه بقى يا باشا، وعمولتي محفوظه، بس لما تخلص العمليه وسيبني دلوقتي يلا، عشان جاي لي وفد من قبرص. الله اكبر يا باشا، الله اكبر. واحنا بقينا نصدر بره ولا ايه؟ خليك في حالك يا تربه. حاضر يا باشا، ربنا يخليك لمصر كلها. بالاذن يا سعاده الباشا.
كويس دلوقتي يا حبيبي؟ اه الحمد لله. ممكن اعرف انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت قاعد بكتب اغنيه ولقيت مش جايبه معايا، قلت اعمل دماغي يمكن تيجي. ضربت سجارتين فجأة لقيت نفسي ضرب سطرين على ازازتين بير، حكيت الدنيا، حصل اللي حصل. بس الاغاني ما بتتكتبش بسطرين ولا بتتكتب بازازتين، فوق بقى من الصوت اللي انت فيه ده. في ايه بس يا حبيبتي؟ يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت فاكر ان انت عايش لوحدك، انا مسؤوله منك. يا اخي حرام عليك، انا مش حامل الكلام ده، ده انا قلبي وقع من الخط. كل اللي انت عاملاه ده عشان بتخافي عليا صح؟ طبعا بخاف عليك، عشان بحبك وعشان عايزاك معايا. بس عايز اعرف انت بتعمل كل ده ليه؟ انا كنت عايز اكتب لك اغنيه حلوه تليق بيك تنجحي بيها. مش انا جوزك؟ اه جوزي، بس لو شربت المحيط كله مش هتعرف تكتب بالطريقه دي. ليه بس يا حبيبتي بتقولي كده؟ عشان انت مش موهوب اصلا، ولو كنت موهوب يا حبيبي كان الكلام طلع لوحده، وهي دي الحياة اللي لازم تعرفها يا ماجد. حقيقة ايه؟ دي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقولك ايه؟ فكك من الاغاني والشعر والكلام ده. انت الاغنيتين اللي كتبتهم لي دول جم معاك باي لك، وحط في دماغك من دلوقتي، انت جوزي ومدير اعمالي وحمايتي وبس. انت اول مرة تتكلمي معايا بالاسلوب ده. اول مرة تبقى طريقتك معايا كده. في ايه؟ مالك؟ ماجد انت رايح في سكه انا مش هعرف ارجعك منها، ولو عشان تكتب لي اغاني توصل للمرحله اللي انت كنت فيها دي يبقى مفيش شعر ومفيش شرب. اسمها ياسمينه، انا اعمل اللي انا عايزه، مش انت اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا هكتب شعر وهشرب وهعمل اللي انا عايزه، واذا كان عاجبك كمان. انت رايح فين يا ماجد؟ 60 داهيه. بطلي عياطي يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو. والله سوري. أنا عارف إن أنا السبب في كل ده. ما تزعليش مني يا سوسو. أنا بس زعلانة منك. زعلانة من نفسي أوي. خلاص بقى يا أختي ما تزعليش نفسك. أهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي حظي وحش أوي. حاسة إن كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شاوي. يلا اسمعي. اتفضلي. قومي يلا يا سوسو. حبيبتي. كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لي. خلاص بقى طمني، ما انا قلت لك الممرضة هتتصرف. الو، ايه يا عمانة انت اتأخرت كده ليه؟ الدنيا مش أمان. عموما كلامك مع الباشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين؟ اسكت. ايه ما عملتش حاجة فيه؟ قلت لك اسكت. الله. ايه يا جماعة انا في ايه اللي انتوا ايه يا باشا؟ افتح الصندوق ده يالا. الله. يا باشا الصندوق ما فيهوش اي حاجه. قلت لك افتح الصندوق يالا، معاك مفتاح تفتحه ولا بنكسره بقرفته وبعد كده نكسر دماغك. معايا يا باشا المفتاح، بس انت معاك اذن من النيابه. قلت لك اخلص يالا. اتفضل يا باشا افتح اهو. يا باشا مفيش حاجه قلت لك والله. اسكت. ها الله 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 الله. ده الواحد ما كانش يعرف ان الجواز حلو كده. يا عسل العسل. اديك عرفت يا اخوي، وخليك عارف برضو ان لو عينك ضغط كده ولا كده هغزقها لك يا طارق. وعليك يا زينة، ده هي لسه زيغة عليك يا طارق.
مش قلت لك تقفل البتاع ده؟ استني بس يا زينب، ده شكله رقم مهم كله صفار. ده وقته. استني بس اشوف مره. الو يا باشا، اعزام عليك طلعت مع حضرتك يا باشا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، معاليك هكون عند معاليك فورا. يلا سلام. في ايه اللي حصل؟ في ايه يا طلعت؟ ما ترد. الحق يا باشا، طلبة اتمسك. معاليك مش هتعرف تعمل له اي حاجة، اصل انا اخته عاملة لي عوق في البيت، اصل اخته مراتي. والمصيبة ان احنا لسه متجوزين قريب، ده يعتبر اول يوم لينا في الجواز. على العموم مش هيقدر يطلع قبل ما تعرض على النيابة، ساعتها بقى نقوم له محامي ونشوف له اي ثغرة قانونية كده يطلعوا بيها، بس ده مش هيحصل قبل شهر ونص شهرين. شهر ونص شهرين؟ ده كانت اخته تعمل لي مناحة في البيت. بقول لك يا طلعت، ما تسيبك من طلبة بقى وتخليك انت الراجل بتاعي في منطقتك. انا هديك البضاعة وما تبيعها يبقى ابعت لي فلوس. ها قلت ايه؟ طب لما طلبه يخرج من السجن انت عايز تشتغل ولا لا؟ عايز اشتغل. ده انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى امبراطور كبير، بس تحت ايدك طبعا يا باشا. خلاص انا هخليهم يجهزوا لك البضاعه. طلعت ها يا باشا، ركز معايا شويه. انا مش عايزك تشتغل في منطقتك وبس، لا، انا اهم حاجه عندي شباب الجامعه، عايز الكل يضرب اللي معاه واللي ما معهوش، عايزهم يتلقوا على الاخر، مش عايزهم يتكلموا في السياسه. يا لهوي على دماغك يا باشا، دماغك سم طبعا. وانت باشا ازاي الا ما مخ وعضلات هتعرف تنفذ الكلام ده؟ دراعك اليمين يا بص.